تقوليش يا مليجي عشان بتروح وتيجي. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا على هوم سينما. النهارده رجعنا نعمل حلقه جديده هنا. هنتكلم النهارده على مسلسل جمجوم وبيمبم، او الشركه الالمانيه لمكافحه الخوارج جمجوم وبيمبم. مسلسل من بطوله محمد عبد الرحمن اللي هو توتا، ومحمد سلام، وفي كمان معانا ميرنا جميل. في طبعا ضيوف شرف كتير، هيبقى فيها محمد ثروت، وهيبقى فيه كمان احمد السعداني واحمد فتحي وممثلين تانيين كتير، من كتابه مصطفى صقر ومن اخراج اسلام خيري. اسلام خيري ده اللي كان عامل قبل كده مسلسل عزمي واشجان وعشم ابليس والكبير قوي الجزء الاولاني. النهارده هنتكلم على مسلسل جمجوم وبيمبم. اول 3 حلقات نزلوا. هو المسلسل بيتعرض على شاهد في اي بي خميس وجمعه وسبت. جمجوم عالم فلك على قد حاله، ونفسه يبقى عالم فلك قد الدنيا والناس كلها تبدا تعرفه ويتشهر. معانا كمان شخصيه بيمبم اللي بيعمل دور محمد سلام، عنده نادي فيديو ورثه عن ابوه، وكان حلمه طول عمره ان هو يبقى سيناريست قد الدنيا، بس لسه مع الاسف ما جاتلهوش الفرصه ان هو يتم اكتشافه كسيناريست. قرروا ان هم يفتحوا زي شركه، والشركه دي اسمها الشركه الالمانيه لمكافحه الخوارج. ان هم الاثنين يتحدوا مع بعض في الشركه دي، وميرنا جميل تبقى السكرتيره بتاعتهم، ان هم يكافحوا ضد الاشباح اللي بتدور في عالمنا. ومبدئيا المسلسل لحد دلوقتي لذيذ جدا وكوميدي جدا. مش هينفع ان احنا نحكم على المسلسل طبعا من اول 3 حلقات. المسلسل لحد دلوقتي بصراحه لذيذ جدا وفاني، مش دمه تقيل خالص، خاصه ان انا كنت اصلا مراهن على المسلسل ده، وكان نفسي ان انا اشوفه في رمضان، بس مع الاسف ما نزلش في رمضان ونزل بعد رمضان. وطبعا انا بعشق حاجه اسمها محمد عبد الرحمن ومحمد سلام، الدويتو ده اصلا بحبه جدا جدا جدا، خصوصا كمان كل واحد لوحده. بشوف ان محمد سلام بالذات ممثل كوميدي من العيار تقيل، بس لسه لحد دلوقتي مع الاسف ما خدش حقه. اللي بسطني اكتر كمان المسلسل ده 15 حلقه بس، فاللي هو هيبقى في الانجاز برده، بحيث ان احنا ندي برده التقييم بتاعنا النهائي بعد ال 15 حلقه. وفي نفس الوقت اللي متضايق منه ان المسلسل ده ما نزلش في رمضان، لان انا شايف من وجهه نظري المسلسل لو فضل مستمر على الكوميديا بتاعته هيبقى حلو جدا لحد اخره. واتمنى كمان ان هو لو هيفضل بنفس الريتم ده بتاع الكوميدي ده، يبقى كمان يبقى ليه جزء تاني ويتعمل في رمضان السنه الجايه، بس يبقى 30 حلقه بقى مش 15. لان انا كنت اتمنى المسلسل ده ان هو كان ينزل في رمضان ان شاء الله، حتى لو كان 30 حلقه مفيش اي مشكله، بس على الاقل كنا نشوف حاجات كوميديه اكتر بكتير من اللي احنا شفناه السنه دي. يعني انا متاكد 100% المسلسل ده لو كان موجود في رمضان وفضل مستمر على درجه الكوميديا دي، كان بالنسبه لي المسلسل ده هيبقى مرتبته عاليه جدا، زي ما قيمت مسلسل اللعبه السنه دي احسن مسلسل بالنسبه لي في رمضان. كان ممكن ان هو ينافس مسلسل اللعبه، بس لو هنيجي نقارن مسلسل اللعبه بالمسلسل ده، صراحه اللعبه احسن بكتير. بس انا زي ما قلت مش هقدر احكم على المسلسل غير لما اشوف المسلسل كله على بعض. لحد دلوقتي اول 3 حلقات حلوين قوي وفاني جدا، واتمنى ان هو يستمر على النهج ده. زي ما قلت اتمنى ان هو يبقى موجود السنه الجايه برده في رمضان بتاع سنه 2021. برده ممكن هنشوف، ممكن نعمل حلقه برده عن مسلسلات رمضان 2021 والمسلسلات اللي هتتعمل والكلام ده كله، او الانطباعات الاوليه اللي الناس بتتكلم عنها ان الاحتمال ده هيتعمل. في طبعا نسل الاغراب بتاع امير كرار واحمد السقا، وفي مسلسلات ثانيه ممكن نبقى نتكلم عنها احسن في فيديو لوحده. المسلسل ده برده انا الحمد لله ان انا ما اتقفلتش منه في ولا افيه، على الرغم ان برده في شويه افيهات هم كانوا بيقولوها في المسلسل كانت متوقعة شوية. عارفين انتوا لما الواحد بيفرش لحد افيه وعارف انت الرد بتاعه هيبقى ايه، بس تمام كان لذيذ وكوميدي وفاني جدا، على عكس مسلسل رجالة البيت اللي انا كنت متفرج عليه السنة دي في رمضان. بصراحة حاجة في منتهى السوق، مع كامل احترامي لصناع المسلسل بتاع رجالة البيت، يعني على عيني وعلى راسي، بس المسلسل كان سيء جدا جدا جدا. والمسلسل ده حرفيا لو كان نزل في رمضان كان هيحط على رجاله البيت بكل تاكيد. يعني انا لسه ما اعرفش هم هيعملوا ايه بالظبط، بس من خلال البوستر اللي انا استشفيته من البوستر نفسه، ان محمد سلام ومحمد عبد الرحمن لابسين نفس الكوست بلاي بتاع فيلم جوست باسترز، فهو تقريبا هيبقى نفس الكلام برده، حاطين نفس البادج هنا على كتفهم، بس مش نفس طبعا نفس الصوره بالظبط، حاطين صوره ثانيه لسه ما خدتش بالي ايه هي بالظبط الصوره، بس حاطين يعني يعتبر نفس اللوجو ونفس اللبس اللي هو الابيض، ولابسين نفس البتاع ونفس البتاع المكنسه اللي كان في ايديهم ده. ف
كوسبلاي جوز باستر جدا يعني، حتى لو بيقلده فما هي ما جاتش عليهم يعني. طب ما رجاله البيت كان اخد حاجات من دب ندبر يعني وحاجات زي كده يعني، مش هم بس اللي بيقلدوا ده، تقريبا معظم الافلام العربي ومسلسلات العربي بتبقى متاخده من افلام انجلش ومسلسلات انجلش، فما جاتش عليهم هم كمان يعني، خصوصا ان احنا بنتكلم في حاجه كوميدي هورر كوميدي، ودي حاجه لذيذه جدا انا اشوفها زي افلام بره زي هانتد هاوس وسكاري موفي والحاجات دي كلها. فانا انطباعي الاول لحد دلوقتي من خلال المسلسل عجبني جدا وحلو جدا ومش ممل خالص، بالعكس. واتمنى ان انا اشوف محمد ثروت في المسلسل ده، واتمنى ان انا ما اشوفوش في حلقه واحده واشوفه في كذا حلقه. بس ده كان انطباعي الاولي لمسلسل الشركه الالمانيه لمكافحه الخوارج جمجوم وبيمبم. اتمنى ان هو فعلا يستمر على نفس الكوميديا بتاعته بتاعت اول 3 حلقات اللي بجد فعلا لذيذه جدا. بس اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، وما تنسوش تعملوا لي فولو ولايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي. ما تقوليش يا مليجي عشان بتروح وتيجي.